ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ بن أنس عند أحمد وأبي داود نهى عن الحبوة بكسر الحاء وبضمها الحبوة، والإمام يخطب. ما هو الاحتباء؟ أن يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه مع ظهره بحبل أو بيديه، هذا هو الاحتباء، ويسمى بالحبية. ولذا الصحيح أنه ينهى عن الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة. فعله بعض الصحابة لبيان الجواز فلا إشكال، لكن الأولى بالمسلم، لأن هناك من يرى أنه يمنع المسلم منعا باتا من الاحتباء والإمام يخطب قبل الخطبة، لا إشكال في ذلك، النهي فقط هنا والإمام يخطب.